الحضور وخاصة أعضاء الممثلين ديال المجلس البلدي الأستاذ الأشرافي والأستاذ خلالة. وأعتذر إذا نسيت أحدا منكم. فقبل ما ندخل هذا الموضوع هذا لابد من إشارة، لأنه المسألة القانونية هنايا خاص باش الحضور ياخذ واحد الفكرة، وخاصة فيما يخص التحفيظ العقاري. أولا احنا أمام واحد المعضلة اللي هي ماشي خاصة بمدينة العرائش، وإنما أيضا هي مشكلة وطنية، بحيث أن هذا المشكل هذا هو وطني، وخاصة في مجموعة ديال التراب الوطني، وخاصة المدن الكبرى بحال مثلا احنا على سبيل المثال في الدار البيضاء كاينه مشاكل بحال هادشي، وربما اكثر من ديال الاحجام البيضاوه. الى جينا مثال ديال مثلا ديال الصفيح ديال طوما او سكويلا، وكاينه الشيشه نفاس، وكاينه كانت بلينا كذا في طنجه، وكاينه في مدن اخرى لا داعي الى ذكرها، لان باش ما نخرجش على الموضوع انا غادي نصنفو. حنا الارض ديالنا غادي ينقسم الى قسمين، كاينه المشكل ديال برامج محاربة الصفيح اللي عندها السلبيات ديالها، وربما النسبة ديال الإيجابيات، ولك إيجابيات عندها خلفيات أخرى غادي نحاولوا نفتحوها. كاين المشكل الثاني هو المشكل ديال التحفيظ العقاري كمؤسسة قانونية وتشريعية. علاش غادي نطلقوا على المسألة ديال التحفيظ؟ لأن النموذج ديال الأرض ديالنا كيركز أيضا، إن حنا إلا شرنا على أن هذا المشكل هو مشكل وطني، ولكن حنا الأرض ديالنا ممكن في مدينة العرائش وخصوصا جنان بيضاوة كنموذج هو اللي كاين في العرض، مع الاشاره اللي اشار لها الزميل الاستاذ الشوكي، واعطى معطيات على ان الاحياء كلها ديال العرائش تعاني من ذلك، الكاريان جنان باشا وجنان ناسطوط الى غير ذلك. فغادي نقسم هذا المعطى هذا الى قسمين، كاين التحفيظ العقاري، خصوصا ان الساكنه ديال جنان بيضاوة تفاجئوا بان كاين هذا العقار هذا محفظ من طرف المسمى وكريم ولا شي شخص اخر، ما عرفناش حنايا هذه على حسب الافاده ديالنا، حنا مشينا غير بالمفهوم ديال هذا التحفيظ. فملي جابوا لنا هذه الافاده حنا سبق لينا كنا ناظرنا جنان بيضاوة، كان حاضر معايا الاستاذ الشوكي والعياشي واحد الوقت، المشكل ديال التطور ديال السيد القائد في هذا المشكل قبل ما تظهر البرنامج ديال 2004 اللي سناته الدوله ديال محافظه ديال الصفيح، ما كنا نسمعوا لا تحفيظ لا هم يحزنون. وفعلا حسب الافاده قالوا بان كاين التحفيظ سنه 2006. حنا غادي نتساءلوا امامكم وكرجال القانون على هذه الوثيقه القانونيه ديال التحفيظ، لان التحفيظ راه وضح حد المساله ديال جنان بيضاوة، الساكنه دابا ما بقى لها ما تقدر، ولكن في الواقع هما الحيازه ديالهم والتاريخ ديالهم راه موجود كما جاء على لسان المتدخل الاول الاستاذ الطابوطي مشكورا. كما تعلمون بإيجاز المستوى الذي نقل لك التحفيظ هذا راه تم بواحد السرعه فائقه، واش في نهار ولا اسبوع ولا 10 ايام، مع العلم ان المستوى ديال التحفيظ راه زوج القوانين كتنظمها، كاين جات بالتنظيم ديال سعود رمضان 1913 في عهد الحمايه، وتزكات لان جوج القوانين في التعديلات ديالها جات سنه 2011 جميع التشريعات. علاش جات بعد المسألة ديال حركة 20 فبراير وتأسست الوثيقة ديال الدستور، وبالتالي جل قوانين التعديلة ديالها جات 2011، أنا غير كإشارة فقط. أولا نعطي غير المحة التاريخية ديال التحفيظ، غير باش نعطيو لهاد الناس اللي كيقول لك راه التحفيظ بسرعة، التحفيظ المفهوم ديالو عالميا شنو هو؟ التحفيظ الأصل ديال التحفيظ هي دولة ديال أستراليا. في أستراليا كان واحد العالم جيولوجي الذي يسمى بروبر تورينس، هو اللي قام باختراع هذا المفهوم ديال التحفيظ، وبالتالي جل دول العالم وخاصة الدول المتقدمة كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا خداو بهذه المنظومة ديال روبر تورينس، وهذا هو الأصل ديال مفهوم التحفيظ العقاري عالميا. وبما أن المغرب باش تخلوا هذا المستوى ديال التحفيظ بعهد الحمايه، فعهد الحمايه اكتشف فرنسا ملي تبنات المفهوم ديال هذا طويس هذا المفهوم ديال التحفيظ دخلته المغرب وفق المؤسسه ديال الحمايه، وبالتالي
سن ظاهر ديال تسعود رمضان 2013 مشهور، وهو اللي بدا كيطبق في الاراضي وفي التشريعات في عهد الحمايه، ولم يتم التعديل ديالو الا بعد سنه 2011 بموجب قانون 0714 في سنه 2011، وهو اللي جاب التعديلات، جاب تعديلات طبيعه الحال ونظمها وعطى للمحافظ واحد الصلاحيه كبرى، واكد في التشريع ديال حده مقتضيات على ان مسطره التحفيظ فهي مسطره اداريه من بدايتها الى نهايتها، وكاين حاله استثناء اللي كتدخل فيها مساله ديال التعرض وكتدخل المرحله القضائيه ديال المحاكم اللي كتبت في هذه القضيه هذه. حنا غادي نمشيو نتسائلوا على هذه المساطير بايجاز، لان حنا الدرس ديالنا راه التحفيظ غنركزوا باش نوضحوا هذه الوثيقه ديال التحفيظ اللي خاصها بجنه البيضاوه غير قانونيه بهذه الصوره ديالها. مساله التحفيظ كتبدا اولا مجموعه ديال المراحل، كاين الايداع المطلب ديال التحفيظ، ثم النشر وتعليق خلاصه المطلب، ثم عمليه التحديد. عمليه التحديد هي الدينامو ديال المسطره ديال التحفيظ، وغادي عاد نبينوها، وكتجي موراها عمليه المسح وانجاز التصميم العقاري. شكون اللي كيقوم به؟ كيقوم به المهندس الطوبوغرافي المساح، اللي هو من الشروط الاساسيه في القانون يكون مسجل لدى الهيئه ديال المهندسين تحت طائله البطلان، وهو اللي غادي يقوم بالاجراءات المعاينه ويقوم بالاستفسارات ويقوم بالتصاريح والتصاميم، وكيشكل ملف وكيحيلو السيد المحافظ. ثم نشر وتعليق الاعلانات عن انتهاء التحديد، ثم التوقع النهائي، ثم القرار ديال المحافظ. عنده عده صلاحيات، اما بالتحفيظ اما او الالغاء واما بالاحاله على المحكمه فيما يخص مسطره ديال التعرض اللي عندها القوانين ديالها والصفه ديالها، ما لا داعي باش ندخلوا في تفاصيلها لان غدينا الوقت بزاف. انا عطينا غير الموجبات، فهاد الموجبات كلها اللي كينص على ظاهر تسعود رمضان 1913 ولا قانون 0714 ديال 2011 ما كايناش في هذه الوثيقه ديال التحفيظ هذه. هذا التحفيظ دابا كنقولوا نتحمل المسؤوليه ديالي مشكوك فيها، ان جاو داو واحد الثقه باش يديروا الجام ديال الساكنه في اطار التنسيقيات باش طبيعه الحال ملي كيكون التحفيظ العقاري او الرسم العقاري راه كيطهر الملك نهائيا، واخا تكون ديالك راه عندك حق في التعويض فقط. حنا كنقولوا من هذا الاساس وكنطرحوها امامكم على اننا كمحامي كرجل قانون كنقول كنستغرب تكون واحد الشهاده ديال التحفيظ، واخا حنا باقي ما طلعنا عليها، الشهاده ديال التحفيظ حسب الافاده جات بواحد السرعه، مع العلم ان المقتضيات القانونيه على الاقل 6 اشهر او سنه باش عاد تسلم الرسم العقاري. إلا لم نقل تكون هناك تعرضات او تحفيظات وكتحل على المحكمه المقرة، وبالتالي كنخلي الحضور باش يتامل في هذه الوثيقه هذه، وغادي ندخلوا باش نشرحوا بايجاز هذه المسطره ديال التحفيظ هذه. في التشريع المغربي وفق مقتضيات الماده 0714 ان المغرب النظام ديال التحفيظ يعتبر من بين التشريعات والانظمه القانونيه الاكثر تطورا وتقدما في مجال الترسانه القانونيه، كما يعتبر اليه لتوفير الضمانه للملكيه العقاريه وحل مشاكل العقارية، وهو موضوع جد متشعب ومتفرع. ان التشريع المنظم للعقار المغرب يزيد عن مده قرن من الزمن، وكذا يستوجب العقار في الدول الغربيه هناك ما يسمى بظاهره القلق العقاري، مما دفع بهذه الدول الى استيراد مفهوم ديال روبرت توريس وتبنت الدوله هذه المساله هذه. لذلك مسطره التحفيظ هي اصبحت مسطره معقده لانها تعتبر مسطره اداريه من بدايتها الى نهايتها، وان المحافظ اصبح هو سيد قراره مع حاله استثناء نص عليها القانون. كما ان مسطره التحفيظ تتداخل فيها عده عوامل، ابتداء من تقديم المطلب مرورا بعمليه التحديد وانتهاء بتاسيس الرسم العقاري، كما ان عمليه التحديد ومسح الاراضي تعتبر من العمليات الهامه والخاصه في التحفيظ العقاري والهندسي، وبالتالي ان المهندس المساح الطوبوغرافي يساهم بشكل فعال في عمليه التحديد، لان المطلب يضفي على العقار صبغه مزدوجه اما تخضع للقواعد العامه
واما تخدعوا كذلك لقانون 0714 اللي حدوا القانون ديال التحفيظ العقاري. كما ان طالب التحفيظ عليه ان يقدم اصل الملك. وهنا يا بيت القاسم ملي قلنا هذا التحفيظ العقاري ديال جنان بيضاوه كنسالوا اصل الملك ديال اصحاب هذو اللي جابوا لنا هذا التحفيظ العقاري، وكنخلي التنسيقيه باش تمس بهذا المطلب هذا وندخلوا في التوصيات. هنا في كاين الاشكال الخطير قانونا، يجيبوا لنا سيدي اصل الملك علاش بناو المطلب ديال التحفيظ، اما القضيه ديال كيفاش دارت مستوى التحفيظ وحنا وضحنا هذا. وكذلك الرسوم العقاريه او العقود او الوثائق القانونيه والتي المثبته للعقار، البيانات كما جاء عن لسان الزميل المستشتوكي حتى التموقع ديالو. ودابا هذاك المستحمل اللي مشى للعقار غادي نشوفوا حنا التقويم ديالو كيفاش كان، لان ملي قال لك النهضه احنا ولاد العريف كنعرفوا النهضه، النهضه راه كاينه لهيه راه من نهار قليطو، نهضه واحد نهضه زوج، وجابوا التسميه ديالها للتغليظ والتمويه. علاش؟ لان ملي دخلوها هو في حي المنزل، واش جاب حي المنزل جنان بيضاوي؟ جنان المنزل تبع الارطو راديو السكه القديمه، جنان بيضاوي متلاصق مع محصحص. وبالتالي هنا كاين اشكال على مستوى القانون، كاين تساؤلات على مستوى الواقع، راه عندنا 70,000 تساؤل. البطاقات اللي كتثبت الهويه ديال الساكنه ولا ديال الحائزين ديال العقار كلها كاينه في جنان بيضاوه بما فيها اللوائح الانتخابيه. ثانيا البيانات التي يتضمنها مطلب التحفيظ نوعان، في اطار التشكيليات وفي اطار تصريع الملك العقاري مقابل الوصل. ونص المشرع بعد ذلك بعمليه الاشهار واسعه. واش تمت عمليه الاشهار جنان بيضاوه؟ انا لحد الان هو عمليه الاشهار كتكون واسعه. المساله ديال التحفيظ راه الاشهار والتحديد من العناصر الاساسيه ديال المسطره ديال التحفيظ. علاش الاشهار؟ الاشهار كيكون واسع كتشمل الساكنه بامتها الحضاريه والقرويه، كتشمل الادارات العموميه وشبه العموميه، وكتشمل الناس الجاليه اللي في الخارج اللي كيجيو غير في الصيفيه. خص هذيك المده ديال الاشهار طول على الاقل 6 اشهر، وكتشمل السنه ديال العطله الصيفيه اللي كتكون تواجد فيها الجاليه المغربيه، لانهم جلهم كيشتروا هذه يقتلوا هذه العقارات هذه. عمليه الاشهار ما تمش، انا لحد الان ما سمعناش حنا شي عمليه اشهار. حنا ناقشنا العقار جنان فرانسيس دوزنا فيه 20 ولا 30 سنه ديال المعركه، وبمجهودات ديالنا باش هذيك القطعه اللي داو فيها دابا سوق النموذجي ما كتمشاش غير جنان بيضاوي، وكانوا غاديين ولا التحفيظ ها هي دابا الساكنه استفدت منها. وكانت القضيه ديال الاشهار واضحه، اما مساله ديال الاشهار جنان بيضاوي لا علم لنا. إذا كان هذا السيد عنده الوثيقة ديال التحفيظ يجب له أصل الملك والوثائق المدعمة اللي قدمها السيد المحافظ، لأن حتى المحافظ العام غادي نواصلوا في هذا الشأن هذا، لأن هذه المسطرة قانونية وأصبحت قضية قضائية وعقارية وعندها السند القانوني. هو أن التنسيقية ديالنا هي تنسيقية حقوقية، حقوق الإنسان كتشمل جميع الحقوق بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي متعارف عليها عالميا. وبالتالي ان هذه الحقوق هي مكفوله دستوريا ومكفوله قانونا، لا داعي الى يعني سلوك يعني طرق ما غادي تدي حتى شي حاجه، خصهم يجيبوا يواجهونا بهذه الوثيقه هذه القانونيه. اضافه للمسطره ديال التحفيظ، المشرع من بعد التعديل ديال الظاهره 13/9 اللي كينظم التحفيظ العقاري والعقار بصفه عامه، في التعديل جات المدونه ديال الحقوق العينيه. من بين المدونه ديال الحقوق العينيه جات مجموعه ديال الحقوق، منها الحق الملكيه، الحق ديال الارتفاع، وحقوق اخرى لا داعي الى ذكرها، هي مجموعه كبيره. فهذه الحقوق هذه راه مرتبطه بهذا العقار هذا. واخا هذا الرسم العقاري راه هو باطل، فمن ناحيه ديال حتى المدونه ديال الحقوق العينيه راه هذيك الحقوق راه مسجلاش فيها. إذن هاد التنسيقية هادي في المطالب ديالها كتعتبر بلي هاد الحقوق ديال مدونة الحقوق العينية عندها علاقة مباشرة بهذا التحفيظ العقاري هذا، لأن التحفيظ علاش جا المشرع كان حكيما عندما دا مدونة الحقوق العينية لضمان الحقوق ديال الساكنات وديال الحائزين، لأن هاد الساكنة كانت كتفوز
والقاعدة الفقهية كتقول على أن الملكية سند الملكية هي الحيازة، وبالتالي الساكنة ديال الجن لنوا كلهم كانوا حائزين هذا العقار وتم تغليطهم بهذه الوظيفة هذه. باش ما نطولش عليكم، كنعتقد على أن هذه المسطرة ديال التحفيظ اللي كينظمها ظاهرة 1913 والقانون بعد تعديل 2011/7/14 راه وضع الأسس القانونية ديالو ووضع المسائل كاملة، وحنا أمام الأمر الواقع. فإما راه غادي الناس اللي كيقولوهم عندهم شي وثيقة يجيبوا لنا حنايا كنطالبوهم باش يحضروا لنا أصل الملك والوثائق والرسوم والكيفية كيفاش تمت المسطرة أمام المحافظ والمدة التي استغرقت فيها، مع العلم أن القانون صريح على الأقل 6 أشهر، هي غير عملية الإشهار كتطلب 3 إلى 4 أشهر. والتحديد واش عملوا البوناج؟ إلا عملوا البوناج، قلنا في عملوا البوناج واش قدام فرنيك ولا في جهة ديال الأذن بيغاك ولا في الطلعة ديال حيث وحنا إلا مشينا ندخلوا في التفاصيل كنعرفوا بأنه هذا التحفيظ هذا ما غاديش يخلعنا. حنا ولاد القانون يجيبوا لنا بما يفيد هذا الشيء هذا، لأن هذه غير مطابقة للواقع. وحنا كنعرفوا أن جل عقارات العرايس كلها مصورة وكتم وأغلبية ديالها تم السطو عليها والناس اغتالت بها ولا حد ساكنة للشارع، فهمتيني؟ ولهذا هذه الندوة هذه هي محطة نضالية، يعني عندها واحد القفزة نوعية في المستقبل، لأنه هذه الانطلاقة الحقيقية لتبيان الواقع. حنا ماشي واحد كيسرق بيض رجلين باش نجيبو في حالة التلبس ندورو ندخم له الكبير والناس ذات الملايير وباقي كتستغنى وندوزو مرور الكرام. عندك شي وثيقة جيبها لنا سيدي، عندك شي مسائل قانونية بسم الله دابا نزكيو لك المسائل ديالك، إلا كان الآخر دوزها لك دابا غادي ندوزو له، لأن المسؤولية الدستور نص على ربط المحاسبة بالمسؤولية أو ربط المسؤولية بالمحاسبة. وحنا كنطالبوا بتفعيل القوانين التنظيمية ديال الدستور، ما نخلوش حنا هذيك الوثيقة. ومؤخرا عملنا ندوة فيما يخص المؤسسة الدستورية، لأن حتى المجلس الأعلى للحسابات راه داير تقارير هذه القضية هذه، وأكد على أن هناك فشل ذريع في تحقيق التنمية ديال 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 المتعلقة ببرامج محاربة ديال الصافي. وحنا بهذا الصدد هذا غادي ندخلوا المحور الثاني المتعلق ببرامج محاربة ديال الصافي بإيجاز. حنا عطينا غير لبنة، لأن المسألة ديال التحفيظ كتطلب واحد الموضوع كبير. حنا ركزنا غير العلاقة اللي عندنا مع هذه المسطرة ديال التحفيظ، جابوا لنا واحد الوثيقة كيقول لنا هذا العقار محفظ. حنا بالنسبة لينا وكنتحدى هذا العقار ماشي محفظ، ولا كانت شي حاجة محفظة يجيبوا لنا الوثيقة ديالها، وهذيك الوثيقة مشكوك فيها وربما غادي توصل للمرحلة القضائية إلا ما جابوا لناش الوثيقة ديالها محرقة، والمحافظ ديال العريش والمحافظ العام غادي يتحملوا المسؤولية ديالهم، لأن القوانين واضحة. وما كناش كنشتغلوا بظاهرة 913 ديال عهد الحماية ديال ليوطي، كنشتغلوا بالدستور ديال 2011 اللي زكاتو حركة تحشيد في فبراير لجميع المتضررين. فيما يخص مسألة ديال برامج المدن ديال الصفيح، كما تعلمون أن هذه القضية هذه أشار إليها الزميل الأستاذ الشتوكي، هي المؤسسة هي أسباب النزول ديالها في الحقيقة ماشي على سواد عيون الساكنة، وإن كان بواحد الجانب كاين واحد الالتفاتة. راه كانت مشكل كما أشار إليه الأستاذ الشتوكي قضية ديال الضبيضة ديال اللي انفجرت، ولقاو بأنه العنكبوت كما سماوها ولا العناصر اللي كتخرج من الكريانات خاصة الضبيضة، واش حنا عندنا هنا دوار طومة ولا سكويلة؟ وتماك وقع عليهم مشكل واكتشفوا، وأكدها واحد لا داعي نقول السمية ديالو اللي هو اللي كيمثل على سيدي مومن والبانوسي، من تماك خرج هذا المشكل وعرفوا بأنه المشكل الحقيقي ديال البطالة والانحراف والإجرام النتاج ديالو هذوك الدواوير، ولكن الدواوير ماشي هما اللي خلقوهم، لأن الساكنة ماشي هي اللي اختارت عن طواعية تسكن في البراريك، وإنما اضطرت تسكن في البراريك. علاش؟ لانعدام السكن، لانعدام الشغل، للبطالة، الفقر، هذا هو اللي أدى لهذه المشكلة هذه. وبالتالي الدولة فضلت على أنها ارتكبت خطأ وبادرت في إنشاء مسألة ديال البرنامج ديال محمد الدور الصفيح سنة 2004،
طبيعة الحال وشحال خصت ليها عاود اسطور يا خويا هذه عاد خصت ليها تقريبا 45,000 مليار 45,000 مليار ربما غير السنه كيعجز يقولها الا جينا كان نحسبوها راه تبقى 100 عام باش تجمعها كامله دابا كتسالوا عليها فين مشات غادي تسالوها بالقانون فاكتها ديال التيت فرونسي هذه الملايا حنا دابا جابوا لنا التيت وجابوا الملايا ماشيه ما عرفتش فين مشات الا جينا نشوفوا هذه القضيه هذه ديال 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 البرامج المودون ديال الصفح كيفاش الاسباب النزول ديالها كما اشرنا على ان المغرب يعني سعى الى تحقيق الهدف المنشود الذي يتجلى في القضاء على ديال الصفيح بحلول سنه 2020 حنا دخلنا سنه 2020 وكانوا كيقولوا لنا في سنه 2020 غتكون قضيه صفيح نهائيه حنا دوكا كانت قضيه مصفيه راه حتى الندوه ديالنا تكون متجاوزه ولكن عاد الندوه ديالنا اصبحت فارضه الوجود ديالها لأن هذا الهدف لم يتحقق بل تضاعفت نسبة الساكنة ديال دول الصفيح إلا أن ذلك فشل على الأقل نسبيا بحيث ما بين قرابة 90 مدينة 45 مدينة فقط حققت هذا النشوء وتضم مدينة الضريدة حوالي 450 مدينة صفيح مثلا سيدي البرنوسي ثم المديونة إلى آخره فيما يخص المسألة ديال العرايش المشكل ديال العرايش المسببات ديالو هو علاش باقي كيتسائلوا واش ديال الصفيح يعني تم الانجاز ديالها كامل حنا كنقولوا على الاقل 41 ولا 50% اللي تنزل وتنزلت وباقي فيها الخوار اما كما جاء على سلسله الشوكي حتى عين الشوك ما كيدخلوها جا وبكار تقريبا واحد المجموعه ديال الصفيح لا زالت قائمه من بينها جنان بيضاو والمسببات ديال الفشل ترجع الى سببين اساسيين السبب الاول هو التاخير الكبير في تدخل الدوله لحل مشكله ديال الصفيح والمشكل الثاني ان اهم تحدي تواجه الدوله في تحقيق هذا البرنامج هذا هو في نفاذ الوعاء العقاري بمعنى وضعف مساهمه السكن الاجتماعي وعدم تفضيله مقابل البقع الارضيه من اجل البناء الذاتي انا كاين زوج النقاط زوج ديال التحديات اللي جعلت كتفشل هذه المساله ديال برامج المدن الصفيح اولا كما قلنا ان الدوله تاخرت كاين تاخر الوتيره والتقرير ديال المساله ديال الحسابات جا في التقرير ديالو على ان هناك فشل وناتج على تباطؤ الوتيرة المنصوص عليها قانونا في إنجاز محاربة ديال الصفيح وهنا التساؤل شنو كيعني في هذيك التباطؤ هذاك هو التباطؤ اللي فيه الأخطبوط والتواطؤ ديال اللوبيات ديال العقار مع المسؤولين اللي ساهرين على تنفيذ البرنامج وجات في التقرير تحميل المسؤولين على هذا الإنجاز المسؤولية وهنا هادو علاش باغي يتعطل هذا الشيء هذا كلما تعطل وبقيت هناك دول صفيح كلما اختناوا واصبحوا مليارديرات وداروا عمارات علاش كاينه صفقات تحت الطاوله كاينه صفقات راه ما كيشوفهاش بنادم ما كدوز لا في الندوات ولا في المحاكم كدوز غير عندهم هما وبالتالي جا التقرير والدوله عرفت بانه المشكل راه ماشي غير ديالها حملت المسؤوليه ديال المسؤولين المحليين والاداريين ماشي غير مركزيين لان في الرباط كيقول لك اسيدي انا عندي ديال الرباط عندي ديال دوار الحجه راني كنحلو ولكن ما عنديش ديال دوار الطوره البيضاء ما عنديش ديال بليمه كذا في طنجه اذا شكون المسؤولين هما الجهه والجهه عاود كتقول لك المسؤولين ديال وزاره السكنه اللي كتسهر على تنفيذ وانجاز وانجاح برامج مدن الصفيح وخرج قرار مؤخرا على انهم المسؤولين الحقيقيين علاش؟ لانهم اللي في الميدان وهما اللي كيعينوا العقارات واش هذا اللي كاين هنا في العرايس واش اللي في الدار البيضاء ولا في الرباط هو كيعرف جنان بيضاء مثلا مباشره ولا حي المحيط راه كيعرف المسؤول عن وزاره السكنه واللي عنده الملفات ديال المحاربه ديال الصفيح اللي كما قال لك الاستاذ الشوكي راه كاين في العقد المدينه راه غادي نبقاو نطالبوا بخروج هذه الندوه من بين التوصيات احضار عقد المدينه
بصفة شفافية وغادي يدخل في إطار القانون إطار الفصول والمواد اللي كينص عليها الدستور في الحصول على حق المعلومة. يحق لهذا عقل المدينة هو اللي غادي يكتشف ويفضح التلاعبات اللي وصلت لي هذه البرامج اللي هذا الفشل جا من هنا من المشكل هذا. أنا ما غاديش نطول عليكم، غادي نقول على أنه المشكل أصبح واضح، مشكل وطني ولكن فرعيا احنا بمدينة العرائش لازلنا نعاني يعني بهذا المشكل، وبالتالي أصبح يعني بوضوح أن الإشكال قانوني محض. فالمرحلة القضائية بين أيدينا احنا كرجال القانون، ولكن احنا غادي مع هذه الخروج ديال التوصيات غادي نمشيو مع التنسيقية وغادي نتريتو ونعطيهم فرصة يحضروا لنا الوثائق القانونية لا ديال الجنان البيضاوة إذا كان الأمر يتعلق بالتحفيظ، ويحضروا لنا عقد المدينة، ويحضروا لنا التصاميم، ويحضروا لنا الإحصائيات، ويحضروا لنا الإنجازات لا ديال مؤسسة العمران ولا ديال مؤسسة العقاريين من 20 عقاريين باش غادي نعرفوا العلاقة اللي كاينة، وإلا غادي ننتقلوا للمرحلة القضائية لأن القانون والدستور ينص على ذلك ويعسوا يأكدوا من جديد على أن احنا هنا إضافة احنا هما هيئة ديال الدفاع، احنا كنمثلوا التنسيقية ونمثلوا المجتمع المدني، وبالتالي الدور ديالنا هنا في إطار التشاركية الديمقراطية والتشاركية التمثيلية وكيضمن هنا الدستور والقانون. ولهذا كنقول من جديد كنتمنى لكم تخرجوا بتوصيات جديدة، وشكرا لكم.